إذا مشاهدينا منصف حمودة يفوز بالمرتبة الأولى في هذه المسابقة بطائر من نوع أغات غوج موزايك. هذا ذكر الله يبارك. كل شيء مبروك يا منصف. الله يسلمك. وشنو إحساسك قبل كي ربحت المرتبة الأولى؟ فرحة كبيرة. هذه ثاني منافسة ربحنا فيها مرتبة في الأغات موزايك روج، كانت في تيفازا من قبل، كنت ربحت سطام، ربحت ذكر، ربحت بأنثى. المرة هذه ربحت الأغات موزايك أحمر مرتبة أولى وثانية أيضا فضية وذهبية. الأغات موزايك روج هذا اللي فاز مرتبة ذهبية جايب 92 نقطة. الله يبارك. الله يبارك فيك.